السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الماستر هيثم الزرعوني. تمريننا اليوم يركز على عضلة الترايسبس المسمى باللغة العربية عضلة الثلاث رؤوس باستخدام الأوزان وبالأخص الدمبلز. خلوكم ويانا. التمرين الأول باستخدام دمبل واحد، رفعه باليدين فوق الرأس ومن بعدها للخلف ثم الرجوع إلى نقطة البداية. التمرين هذا من الأخطاء الشائعة أنك تأديه بهذه الطريقة وعملي يوسيع، وهذا خطأ. الأفضل أنك تسكر على الأكواع بهذه الطريقة ومن ثم ترفع وتنزل. هذا التمرين يركز على عضلة الترايسبس الجزء الداخلي بشكل خاص. حاول تنزل لآخر مستوى والرفع لأعلى مستوى. التكرارات من بين 10 إلى 15 تكرار، الجلسات من بين 3 إلى 15 جلسة. التمرين الثاني تحتاج فيه الكرسي والوضعية المستوية والدمبلز على جوانب الوجه في عملية النزول والطلوع كذلك بهاي الطريقة. التمرين الثالث يركز على الجزء الخارجي من عضلة الترايسبس، بالإمكان الاستعانة بالكرسي أو الاستعانة بالرجل. يؤدي التمرين بهذه الطريقة: تثبيت الكوع الجهة العلوية والبدء بالتمرين بهذه الطريقة. بالإمكان الاستعانة مثل ما قلنا بالكرسي. التكرارات من بين 10 إلى 15 تكرار، الجلسات كذلك من بين 3 إلى 4 جلسات. التمرين الأخير يركز على عضلة السواعد الخارجية. يؤدي التمرين باستخدام دمبل واحد بهذه الطريقة. العضلة المستهدفة هي من هذه المنطقة نزولا إلى السواعد بشكل عام الخارجية. تكرارات كذلك من بين 10 إلى 15 تكرار كل يد. تبين من الدراسات أن رفع الأوزان تزيد من حجم العضلات، ولكن كذلك تحفز عملية حرق الدهون. فكل ما زادت الكتلة العضلية في الجسم كل ما زادت عملية حرق الدهون كذلك، حتى في الأوقات اللي لا تتمرن فيها. أشوفكم الحلقات القادمة، تحياتي.